بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد عدنا إليكم من جديد بعد غياب يعني سافرنا إلى ولاية مسيلة وللأسف الشديد لم نلتقي مع الذين أعطينا لهم مواعيد والحمد لله رجعنا وسنذهب باذن الله سبحانه وتعالى الى مرضى اخرون يوفون بمواعيدهم باذن الله سبحانه وتعالى. المهم اردت ان انبه المرضى وبالخصوص اولئك المرضى الذين يتعاملون ويعالجون ويذهبون الى رقاة الخرافه والدجل في المغرب. قد قلنا لكم مرارا وتكرارا وحذرناكم من هؤلاء الرقاة هؤلاء رقاة خرافة ودجل لا تجدون عندهم العلاج تجدون عندهم الحوار مع الشيطان الرجيم وتجدون عندهم الاستعانة بالشيطان الرجيم وتجدون عندهم الاستغاثة بالشيطان الرجيم وتجدون عندهم استخدام الشيطان الرجيم وقد جئناكم بفتاوى العلماء واعطيناكم الحكم الشرعي في هذه الامور ان الحوار مع الشيطان حرام لا يجوز هذا الحوار الذي يفعلونه بالساعات والساعات في امور غيبيه ما انزل الله بها من سلطان بعيده كل البعد عن الرقيه والاستعانه بالشيطان حرام لا يجوز كما قال العلماء اما انها شرك واما انها وسيله الى الشرك واستخدام الشيطان لا يستخدمه الا كاهن سحار فبينا لكم هذه الاحكام الشرعيه وللاسف الشديد الكثير من الناس لا يهمهم الامر ذهبوا الى راقي خرافه، راقي دجل، ذهبوا الى ساحر الى كاهن، المهم يبحثون عن النتيجه، يبحثون عن الشفاء، لكن في حقيقه الامر بان هؤلاء لا يشفوا عندهم الناس، لماذا؟ لان طريقتهم غير شرعيه، رقيتهم غير شرعيه، لا يقرؤون القران، ولا الاذكار، ولا الادعيه. ولا يوجهون الناس إلى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعترفون برقة السلف ولا يعترفون برق جبريل عليه الصلاة والسلام فأن لهم أن يأتيهم العلاج يعني هم دجل في دجل في دجل في دجل فدائما نحذركم ونبقى نحذر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يتوبوا إلى الله أو يذوبوا بإذن الله سبحانه وتعالى المهم الكثير من المرضى المساكين يتلاعبون بهم هؤلاء الرقاة رقاة النصب والاحتيال عندما يتصلون بهم يعطوهم مواعيد وتلك المواعيد يطلبون منهم أن, أن يرسلوا إليهم مبالغ مالية كبيرة جدا تصل إلى 3500 درهم وتصل إلى 5000 درهم فيرسل ذلك المريض المسكين الذي يظن بان ذلك الراقي كانه ملك او كانه ولي او كانه عالم او كانه تابعي فيرسل له المبلغ المالي لكي يعطيه موعدا للعلاج ونحن راينا في التعليقات للناس الذين يعلقون في مقاطع فيديوهات هؤلاء الرقاة رقاة النصب والاحتيال رقاة الخرافه والدجل وجلهم مغاربة للأسف الشديد تجده يقول له أنا أخذت موعدا لمدة سنة ولم ترسل لي شيء وقد أرسلت لك مبلغ خمسة ألاف درهم وآخر يقول له أنا أخذت منك موعد مدة ستة أشهر والآخر سنتين ولم يفي بوعده هذا الراقي المخرف ولم يعطيه موعدا للعلاج بحجة ماذا؟ بحجة كورونا مرة بحجة كورونا مرة بحجة عدم الاستقبال أو عدم حسن الاستقبال مرة أنه نسيه لكن أخذت مبلغه وأخذت ماله أخذت ماله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من, من الشر أن يحقر المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فأنت اكلت ماله بالنصب والاحتيال هذا من جهه من جهه اخرى المريض عندما يذهب الى هذا الراقي انا اريد ان اتكلم مع عقل المريض اتكلم معه من الجهه العقليه وليس من جهه النقل والشرع لماذا لاننا بينا كثيرا من الجهة الشرعية بأن هؤلاء رقاة خرافة وكهان وأصحاب الدجل ويعملون مع الشيطان فلا يجوز الذهاب إليهم لأن العلماء نهوا عن العلاج والذهاب وتصديق هؤلاء الرقاة لأنهم أصحاب كهانة ودجل هذا من باب الشرعي فوجدنا المرضى لا يبحثون عن الله الحكم الشرعي ولا يبحثون عن الطريق الشرعي ولا يبحثون عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم ولا يبحثون عن فتاوى العلماء. اذا نحن نريد ان نخاطبهم من جهه العقل. من جهه العقل انت عندما تذهب ايها المريض الى هذا الراقي، ماذا يقدم لك هذا الراقي عندما تذهب اليه؟ تذهب اليه برجلك وبوعيك وبعقلك. وتعطيه مبلغا من المال كبير إن لم يأخذه ولم ينصب عليك ولم يسرقك في مالك نقول قد أعطاك موعدا فعندما يعطيك الموعد ماذا يفعل لك ونحن نرى الرقاة ماذا يفعلون عندما يأتيهم الإنسان يجلسونه ويقول له ركز وأغمض عينيك وارفع إشارة التوحيد ويبدأ يخرف عليه هذا الراقي هذه من جهة العقل ماذا يقول له لا يقرا عليه اصلا القران يبدا يخرف ويبدا يستفز في ذلك الشيطان الموجود في ذلك المريض لكي يدخله في السرع ويدخله في الاغماء وايضا يبدا يحاور في الشيطان بالساعات من اجل تسجيل ذلك الفيديو وذلك البث الذي يراه الالاف والالاف وذلك البث هو في الحقيقه فخ وهو المصيده والشبكة التي يسرقون بها أموال الناس ذلك البث أو ذلك المقطع الذي يسجلونه أو يبثونه في قناة اليوتيوب هو في الحقيقة المصيدة الكبرى لسرقة أموال الناس فالناس لما يروا هناك طريقتين لأخذ أموال الناس بالباطل وأكلها عن طريق الرقية التخريفية الطريقة الأولى اسمعوني جيدا الطريقة الأولى هي أن هذا الراقي يتعامل معه الشياطين الجن فينتشرون لعنة الله عليهم هؤلاء الشياطين في المعمورة في الأرض فمنهم من يذهب إلى إسبانيا ومنهم من يذهب إلى السعودية ومنهم من يذهب إلى أمريكا ومنهم من يذهب إلى أوروبا ومنهم من يذهب إلى إفريقيا وهكذا فيتسلطون على الناس المصابون بالسحر في الأحلام يأتي ذلك الشيطان الخبيث الذي يعمل مع ذلك الراقي المخرف الدجال يأتي للساحر يأتي للمسحور أو المسحورة في المنام في صورة ذلك الراقي المخرف على أساس أنه راقي وعلى أساس أنه يقرأ عليه القرآن وعلى أساس أنه إمام في المنام في الحلم ويوجه ذلك المريض إلى ذلك الراقي فهذه النقطة الأولى أو الشبكة أو المصيد الأولى أنه يأتي الشيطان يبحث عن سحر المسحورين المصابون بالسحر فيتشكل لهم في المنام في صورة الراقي فيراه ذلك المسحور أو تلك المسحورة يأتيه مرة مرتين ثلاثة أربعة في المنام على أساس أنه يقرأ عليه ويرقي فيه فيذهب ذلك المسحور او المسحوره فيبحث عن هذا الراقي الذي رآه في المنام وما هو في الحقيقه رأى الا الشيطان تصور له في ذلك الراقي الذي يعمل معه فلما يبحث ويجد صورته في مقاطع الفيديو والمقاطع التي تبث وهي المصيده الثانيه يقتنع هذا المسكين المسحور بان هذا الراقي الذي رآه في المنام هو الذي يعالج هو يرقيه وهو الذي يزيل له شيطان الجن ويزيل له السحر وفي الحقيقة هي مصائد ومكائد بناها شيطان الجن المتمثل في الشيطان الذي رآه ذلك المريض في المنام وراق الخرافة والدجل عن طريق البث المباشر او المقطع الذي وضعه في اليوتيوب فيذهب ويهرول ذلك المريض حتى انه لا يعرف الراقي اصلا فيبحث عن رقم هاتف هذا الراقي وعن مركزه ومكانه واين يسكن وفي اي بلد فيراسله بعدما يراسله ويتصل بهذا الراقي او يتصل بالكاتب او الكاتبه لاخذ موعد من اجل العلاج من اجل ازاله السحر وازاله المس يطلب هذا الراقي مقدم ومبلغ مالي يرسل عن طريق البريد إلى هذا المركز ويعطونه موعدا مدة ستة أشهر أو سبعة أشهر أو سنة أو شهر أو شهران ثم تأتي كورونا فتمحي ذلك الموعد ثم يأتي مرض الراقي فيمحي ذلك الموعد ثم يأتي تنقل وتحويل المركز من مكان إلى مكان فيلقي ذلك الموعد ثم يمرض ذلك المريض فيلقى ذلك الموعد والمهم الاموال قد اكلت وقد فسخت وقد ضاعت واصبحت في خبر كان هذا من جهه من جهه اخرى حتى ولو اخذ هذا المريض الموعد عن طريق تلك التمثيليات والمسرحيات التي فعلت له من طرف راقي الخرافه عن طريق البث المباشر في اليوتيوب وعن طريق ذلك الشيطان الجني الذي رآه في الحلم يعطونه موعد فاذا ذهب الى هذا الراقي ماذا يجد عند هذا الراقي؟ اولا جل رقات او اغلب رقاة المغرب مصابون بالسحر والمس فانت ذاهب الى راقي مريض راقي مصاب بالسحر راقي مصاب بمس انت ذاهب الى غريق انت غريق وذاهب الى الى غريق متى يعني يتم البنيان وغيرك يهدم استنجد الغريق بالغريق انت تحتاج الى فنان تحتاج الى معالج الى انسان متحصن الى انسان غير متسلط عليه شياطين الجن غير مصاب بسحر انت تحتاج الى طبيب ولا تحتاج الى مريض لان المريض لا يعطيك شيء لماذا لانه هو مريض لم يقدم العلاج ولم يقدم الخير لنفسه فكيف يقدمه لغيره؟ هذا من جهه، من جهه اخرى هذا الراقي المخرف الدجال الذي تذهب اليه ولا يقرا عليك القران الكريم وقال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. وابن القيم قال القران والاذكار والادعيه هي كلمات في حد ذاتها شفاء. فالشفاء في القران وفي الاذكار والادعيه. ورقاة الخرافة والدجل لا يقرؤون القرآن لأنهم إذا قرأوا القرآن يطردون الشيطان ويصبح لا بث ولا مقطع ولا يوتيوب ولا هم يحزنون فتصبح لا توجد رقية أصلا لأن رقيتهم الأصل فيها هي بث وهي مقاطع وهي حوار مع الشيطان وضحك وابتسامة واستهزاء ولعب مع الشيطان فإذا ذهب ذلك الحوار أصبح الأمر لا يوجد فيه رقية واصبح هذا الراقي مكبل ومقيد لانه لا يجد ما يقدمه للناس، لانه لا يرقي بالسنه المطهره لا يعرف حتى السنه المطهره ما جاء فيها من علاجات لازاله السحر ولدفع الشيطان لانه يرقي بطرق السحر وبطرق الكهانه والدجل والتخريف وبطرق التنجيم والعرافه والشعوذه والشعبذه فاذا هذا المريض عندما يذهب الى هذا الراقي المخرف يضيع ماله ويضيع دينه وعقله ويضيع صحته ويضيع اعتقاده للأسف الشديد لا يقدم له شيء هذا الراقي لا يقرأ القرآن ولا أذكار ولا أدعية يجد عنده الحوار مع الشيطان فيتسلط عليه الشيطان أكثر وأكثر وأكثر والله وبالله والتالله الكثير والكثير والكثير من المرضى قالوا لما ذهبنا الى الراقي الذي يحاور الشيطان ويستعين بالشيطان ويناقش ويتكلم مع الشيطان الحال ازداد سوءا الحال ازداد مهلكه ومصيبه فازدادت حالتهم الى الاسوا فضيعوا مالهم وضيعوا دينهم وعقلهم وضيعوا صحتهم وازدادوا تسلطا وتحكما عن طريق الشياطين الذين انتشروا ووجدوهم عند ذلك الراقي المخرف الدجال لان الراقي الذي لا يرقي بالقران ولا بالاذكار ولا بالادعيه ولا يرقي بالرقيه الشرعيه ماذا تجد في مركزه؟ ماذا تجد حيث هو؟ تجد الشياطين منتشره عنده تجد عنده الخراب تجد عنده ماذا؟ لا تجد الخير، تجد الشر لان الشيطان اينما وجد وجد الشر المستطير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هل رايتم عند راقي من الرقاه وبالخصوص رقاه المغرب رقاه اليوتيوب رقاه التخريف والتحريف هل رايتم شخص فيهم يكرر الاستعاذه من الشيطان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يكرر ايه الكرسي او الاذان أو يكرر الفاتحة أو يقرأ البقرة ويكررها من أجل طرد الشيطان فهذه الأمور لا يفعلونها لأنها تطرد الشيطان وهم لا يريدون أن يطردوا الشيطان هم يريدون الشيطان أن يمكث بل يزداد تحكما وتسلطا في لسان المريض من أجل تسجيل وبث مباشر حوار مع ذلك الشيطان فيتكلم معه كلما كان المجلس ناقص من القران الكريم لا قران فيه ولا اذكار ولا ادعيه كلما تحكم اكثر واكثر الشيطان الجن في لسان المريض واصبح هذا الشيطان يتكلم على لسان المريض بطلاقه فتجده يحاور الراقي ويتكلم مع الراقي وكانه ذلك المريض بل افضل من المريض في النقاش وهذا ما يبحث عنه نقاط الخرافه والدجل لكي يبث في القنوات ويبث في وسائل التواصل الاجتماعي ويصل الى اكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاركين والمشاهدين الى اكبر عدد ممكن من المرضى لكي ياتوا زرافات زرافات وياتوا افواجا افواج الى ذلك الراقي المخرف الدجال فيأخذ اموالهم ويأكلها مع العصابه التي تعمل معه بالباطل والعياذ بالله الحذر 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 والحذر الكبير هو ان ترجعوا وتتبصروا بفتاوى علمائنا الكبار العلماء الاجلاء ورثة الانبياء الذين ينصحون الامه ويحبون الخير للامه الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن ينشروا العلم ويبصروا وينصحوا ويوجهوا الأمة فارجعوا إلى العلماء تجدون بأن هؤلاء الرقاة رقاة خرافة ودجل رقاة تخريف وتحريف وهم عبارة عن عصابة لأكل أموال الناس بالباطل وعملهم لا بعيدة ولا يخالف عمل السحره والكهنه الاصليين فيجب عليكم ان تحذروا اشد الحذر من هؤلاء اصلا اذا ذهبت انت الى راقي شرعي وهذا الراقي الشرعي وضع لك مسجل فيه القران الكريم ويسمعك القران عن طريق مسجل هذه اصلا ليست برقيه شرعيه حتى ولو كان الراقي الشرعي حتى ولو كان الراقي وابعد من ذلك فالراقي الذي قلت الشيخ ابن باز ذهب الى ابعد من ذلك وقال الراقي الذي يرقي بالمذياع وهو بعيد عن المريض هذا راقي غير شرعي لان الرقيه الشرعيه هي ان يكون المريض بجوار الراقي والراقي بجوار المريض وينفث عليه ويصل هواء الراقي الى المريض هذه هي الرقيه الشرعيه فأنتم تروا في مقاطع الفيديو في اليوتيوب تجد الراقي في واد والمريض في واد ويقرأ عليه عن طريق المذياع وأحيانا لا يقرأ عليه عن طريق المذياع بل يضع له مسجل فيه التلبيه مسجل فيه أناشيد كما وضعت لكم مقاطع عند بعض الرقاة الدجاجله أصبحوا يرقوا بالأناشيد ويرقوا بالأشعار يرقوا بكلام الناس يرقوا بكلام قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا ويتركون كلام الله سبحانه وتعالى ولا يرقون بالقران الكريم تجد راقي مخرف دجال يضع مقطع لانشوده كرقيه للمريض لماذا تضع كلام انسان او انت تبدا تبغبغ كالبغبغاء وتاتي بكلا بكلام من عندك لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنه تختلقه وتصطنعه من عندك وتترك كلام رب العالمين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وكلام رب العالمين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين والله وبالله وتالله لا تجدون عند هؤلاء الرقاة الا الخراب والدمار الا الضياع إلا تسليط الشياطين عليكم أكثر وأكثر لأنهم يفعلون ويعملون ما يعمل الساحر والله تعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى وهؤلاء لا يفلحون أبدا لماذا؟ لأن رقيتهم غير شرعية رقيتهم غير شرعية لا يرقون بالقرآن الكريم يرقون بقط قط قط قرد 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 غوريلا 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 كلب 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 هذه مقاطعهم موجوده الان ارجعوا اليها وتجدون فيها ما يضحك وما يبكي وما يحزن وتجدون فيها العجب العجاب ولكن الذنب لا يرجع اليهم لانهم نصابين مصاصي الدماء اكل اموال الناس بينهم بالباطل بالمهزله وباللعب وبالسذاجه والحمق الذنب يرجع الى المرضى الذين يذهبون اليهم الى المرضى الذين يذهبون اليهم ويرسلون اموالهم قبل ان يصلوا اليهم فمنهم من يصل والذي لا يصل افضل والذي لا يصل افضل لماذا؟ لان الذي لا يصل اليهم ولا يوفق الى الوصول اليهم اختار له الله سبحانه وتعالى الخير ووفقه للخير انه لم يذهب اليهم لانه اذا ذهب اليهم تسلطت عليه الشياطين اكثر واكثر وازداد مرضا وعناء وازداد سخطا وتعبا وشقاء وجاء من عندهم وقد تسلطت عليه الشياطين واصبحت تتكلم على السنته صباحا مساء بدل ما كان الشيطان لا يتكلم على لسانه وبدل ما كان انه لا يرى الشيطان في المنام يصبح يراه حقيقه وهو مفتح العينين يراه في اليقظه بسبب تلك العمليه التي يفعلها ذلك الراقي المخرف الدجال وهي عملية التركيز لما يطلب منه أن يغمض عينيه ويركز هذا كله دجل وقد أفتى العلماء والحمد لله كلام العلماء موجود مكتوب في الكتب وموجود ومسموع في الأشرطة في, في قناة اليوتيوب لكن الذي لا يذهب إلى العلماء يصاب بهذه الأمور يعاقب بهذه الأمور يعاقبه الله سبحانه وتعالى ان تتسلط عليه الشياطين بسبب انه اختار نقاط الخرافه والدجل عن العلماء الاجلاء ورثه الانبياء العلماء اصحاب النصح واصحاب الخير واصحاب البركه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا لما يرقوا شخص او يرقوا انسان يذهبون الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقولون له قد رقينا فلان بكذا وكذا وكذا يعني يعرضون عليه الرقيه والنبي هو الذي يصححها هل هي رقيه شرعيه ام رقيه شركيه اما هؤلاء الرقاة من المفروض لما يجتهدوا في خرافتهم ودجلهم وكهانتهم وكذبهم ونصبهم يذهبون الى العلماء ويعرضوا تلك الرقيه النتنه التي جاءت عن طريق التجربه وعن طريق اجتهاد اجتهاد نتن والعالم هو الذي يقول لهم هل هذه رقيه شركيه ام رقيه شرعيه هل هذه رقيه بدعيه ام رقيه صحيحه وهو الذي يصححها ويثبتها لكن هؤلاء الرقاه لا يعترفون اصلا بالعلماء بل ينفرون المرضى من العلماء بل ادخلوا الكره وادخلوا البغض وادخلوا الحقد وادخلوا النفور في قلوب المرضى لكي لا يرجعوا الى العلماء ولا يرجعوا الى فتاوى العلماء فيفتضحوا لأن العلماء فضحوهم ووضعوا فتاوى وكل فتاوى العلماء قد تكلمت في أفعالهم وفي أقوالهم وفي ألبستهم وفي تصرفاتهم وأظهرت بأنهم ليسوا رقاة شرعيين هؤلاء كهنة جدد هؤلاء كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة كهنة عصرية الذي يحاور الشيطان جاء بكهانه عصريه الذي يصادق الشيطان جاء بكهانه عصريه الذي يستعين ويستغيث ويستخدم الشيطان في العلاج جاء بكهانه عصريه هؤلاء الرقاة في الاخير ياكلون اموال المريض ويغلقون عليه الهاتف ويقطعون عليه الاتصال ويصبح ذلك المريض متحسر متكسر يؤنبه ضميره لماذا ذاع ماله وذهب ماله بدون فائده لكن اقول انا للمريض ابشر وافرح واترك القلب يصبح مسرورا ان الله لم يوفقك ان تذهب الى هؤلاء الدجاجله والى هؤلاء المخرفين لانك اذا ذهبت اليهم لا يفعلون لك شيء لانهم غير موفقين لانهم لا يرقون بالقرآن الكريم ولا بالأذكار ولا بالأدعية بل هم يعملون مع الشياطين كما تعمل الشياطين معهم راجع نفسك أيها المريض المريض الذي يأتي إلى هؤلاء الرقاة من مكان بعيد وبعيد بسبب أنه رأى حلم رأى فيه صورة ذلك الراقي المخرف الدجال حاول أن تطرح سؤال كيف رأيت هذا الراقي كيف جاءني في المنام كيف وصل الي؟ انا اجيبك جاءك شيطانه جاءك الشيطان الذي يعمل لصالحه جاءك الشيطان الذي يعمل معه جاءك شديقه من شياطين الجن فتصور لك وتشكل لك بصوره هذا الراقي على اساس انه يرقيك في المنام فاستيقظت وهرولت مسرعا الى قناه اليوتيوب وبحثت عن هذا الراقي الذي رايته في الحلم فوجدته فلان ابن فلان فهرولت واسرعت اليه بدراهمك وبدينك وبصحتك وبنفسك فجئت من عنده بالويلات والمهالك والمصائب بدل ما كان يتحكم فيك شيطان ضعيف شيطان لا حول له ولا قوه فرجعت من عند الراقي المخرف الدجال وقد تسلط عليك شياطين وشياطين رجعت من عند الراقي المخرف الدجال وقد ادخل في عقلك واقنعك ودعاك الى التعامل مع ذلك الشيطان الذي تسلط عليك واراك الويلات والمصائب كان يخنقك ويعذبك كان يعطلك كان يصيبك بالمهالك وبالامراض فان كانت عندك زوجه فرق بينك وبين زوجك وان كان عندك مالا ضيعه وإن كان عندك دينا ضيعه وإن كان عندك عقلا ضيعه فأصبح بسبب ذلك الراق المخرف الدجال بين عشية وضحاها صديق حميم حبيب مسلم من الدعاة لماذا؟ لأن هذا الراق المخرف الدجال يقول لك بأن هذا الجن دخل الإسلام وصلح عمله وقد يصلح ما أفسده وهذا كتب وبهتان وافتراء ولعب ولصوصية ودجل وماذا أقول لم أجد لم اجد لم أجد الألفاظ التي أضعها في هذه الأمور وفي هذا المقام للأسف الشديد والله وبالله وتالله لا تجدون عند هؤلاء الدجاجلة المخرفين المحرفين اللصوص لا تجدون عندهم إلا المهالك يسلطون عليكم الشياطين أكثر وأكثر يأخذون لكم أموالكم بإرادتكم رغم أنوفكم يسرقونها بطرق وتمثيليات ومسرحيات تكون بين هذا الراقي المخرف الدجال وبين ذلك الشيطان الجني المتسلط عليك أو شيطان آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احذروا 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 أنت إذا استطعت أن تقرأ القرآن والله أنت أفضل منه إذا استطعت أن تصلي وتذكر وتستغفر وتسبح وتحمد الله وتشكره أنت أفضل منه بالاف المرات هو راخي مصاب بسحر ومس هو الذي يحتاج منك أن تعالجه هو الذي يحتاج منك أن تعالجه نعم هو الذي يحتاج منك أن تعالجه وهو الذي يحتاج أن يعطيك مبلغا وليس العكس لماذا؟ لأنه مسحور وممسوس ويعمل مع الشياطين ويستعين بالشياطين ويحاور الشياطين ويستغيث بالشياطين ويستخدم الشياطين وهذه رقيه شركيه هذا الراقي الذي تذهب اليه عنده رقيه شركيه يعاقبك الله سبحانه وتعالى عنها اذا علمت بذلك الامر النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم وفي روايه من اتى عرافا او كاهنا فساله فلم تقبل صلاته أربعين ليله لم تقبل صلاته أربعين ليله انت تعرض ايمانك للخطر وتعرض صلاتك الى الخطر بسبب ذهابك الى هؤلاء الرقاة ارجعوا الى العلماء وتجد فتاوى العلماء وتجد كلام العلماء وتجد وصايا العلماء وتجد ارشادات العلماء تفضح هؤلاء تهتك اسطارهم وتفضح وتبين عيوبهم وتوضح لكم عجرهم وبجرهم فالحذر الحذر 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 هذه ليست رقيه شرعيه هذه ليست رقيه شرعيه هذه رقيه بدعيه هذه رقيه شركيه هذه رقيه نصبت من اجل اكل اموال الناس بالباطل من اجل اللصوصيه من اجل مص دماء المسلمين بالبدع والضلالات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا ما اردت ان انصحكم به وان ابينه لكم وقد بينته سابقا وابينه وابينه باذن الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم